اهلا بكم في مال واعمال. انا دينا سالم. ضيوفي اليوم الدكتور مصطفى خليل، عضو مجلس الاعمال المصري الروسي، وسنتحدث معه عن التوافق المصري الروسي على استئناف حركه الطيران بين البلدين وجهود الحكومه لتنشيط السياحه في مصر. كما نستضيف وائل مكارم، محلل اسواق المال، لمناقشه نتائج اعمال الشركات الامريكيه خلال الربع الاولي من العام الجاري. لكن بدايتنا مع أهم أخبارنا هنا في مصر، حيث وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية، وذلك للبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا. وكان هذا بحضور الدكتور خالد صقر، رئيس الهيئة الطاقة الذرية. من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الشراكة مع هيئة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وخلق الفرص التصديرية. الهيئة العربية للتصنيع بتقدر تتدخل بإمكانياتها التصنيعية الكبيرة وخبراتها والكوادر الموجودة فيها، إنها توفر المنتج المحلي بديل للمنتج الأجنبي في إطار خطة الدولة واستراتيجية الدولة بخفض الواردات وتعميق الصناعة المحلية وتشجيع الصناعة المحلية. الحقيقة إحنا من الدخل قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه من المتوقع إضافة ماركتين جديدتين بمبادرة إحلال المركبات للسيارات الملاكي ضمن المبادرة خلال الفترات المقبلة. وأضاف عبد الرازق أن إحدى الشركات المشاركة في المبادرة قدمت طلبا لإضافة طراز جديد لسيارتها، كما يوجد طلب آخر لشركة جديدة لم تكن مشاركة من الأصل بالمبادرة. وأشار إلى أنه سيجري التأكد من وجود 45% كنسبة مكون محلي بالسيارات الجديدة، فضلا عن خلوها من عيوب الصناعة. أصدر صندوق تنمية الصادرات نحو 583 شهادة للمصدرين حتى نهاية أبريل الجاري بإجمالي مساندة بلغ 2,700,000,000 جنيه. وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن صافي المساندات بلغ 2,500,000,000 جنيه بعد استقطاع المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز. قفزت أسعار البيتكوين خلال تعاملات اليوم بنسبة تصل إلى 8%، وتتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت لخمس جلسات. وسجل سعر البيتكوين 52,452 دولارا، وذلك بعدما لمست أدنى مستوى لها منذ أوائل مارس أمس الأحد. للمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف عاصم منصور، محلل أسواق المال. عاصم، بداية لنعرف منك الأسباب التي دفعت البيتكوين إلى التحرك للارتفاع. أهلا بك دينا وبالسادة المشاهدين. طبعا إحنا يعني أكدنا في العديد من المرات أن العملات المشفرة ذات طبيعة تقلبية جدا، وصعب ان الواحد يعني ياخد فيها بوزيشن معين فترة طويلة. الهبوط اللي حصل والصعود كان ليه اسباب، عدة اسباب، ولكن من اهم الصعود الحالي هو ان لسه لا يزال هناك ثقة في العملات الرقمية من بعض المؤسسات الكبرى، كان منها الشركات الكبرى كان ابرزها تسلا، ومؤخرا في الارتفاع الحالي اعلنت كندا ان هي هتسمح لبعض الصناديق من المؤشرات المتداولة بالتداول والاحتفاظ بالبيتكوين، وده اعطى نوعا ما من الثقه في الاسواق. ولكن الهبوط اللي احنا شاهدناه خلال الخمس جلسات اللي فاتت كان سببها خروج حوالي 200 مليار دولار من السوق العملات الرقميه، واحنا عارفين ان البيتكوين هي بتتربع على عرش العملات الرقميه، بتستحوذ على اكثر من 60% من اجمالي القيمه السوقيه للعملات الرقميه. كان عامل تاني ايضا اداره بايدن اشارت بانها سترفع الضرائب لحوالي 40% على الضريبه القيمه الراسماليه
اللي هيتجاوز دخله حوالي اكتر من مليون دولار، وده برضو ساعد في نوع من انواع التقلبات العنيفه اللي حدثت في اسواق العملات الرقميه، اللي احنا عارفين ان الهوت ماني او تدفقات رؤوس الاموال يا في الوقت الحالي بتتجه للاصول ذات المخاطره مثل الاسهم والعملات الرقميه في وقت نعم. الاقتصاد بيشهد فيه تعافي خلال الفتره الحاليه. طيب عاصم، في البدايه قلت انه ما ينفعش ناخد بوزيشن لفتره طويله في العملات الرقمية، اشرح لنا أكتر، يعني ما هي المدة اللي تقي الناس من هذه التقلبات؟ طيب لازم أي حد بيفكر يستثمر في العملات الرقمية لازم يحدد لنفسه هل هو مستثمر طويل المدى أو مضارب فقط. المضارب ده اللي هيعاني أكتر في الفترة الحالية. خلينا نقول القيمة السوقية بتاعت البيتكوين طلعت من حوالي 490 مليار دولار بنهاية العام الماضي، اقتربت تجاوزت التريليون دولار في نهاية الشهر الماضي، يعني احنا بنتكلم في وصولها ل 14 تريليون دولار في حوالي 14 سنة. ومقارنة ببعض الشركات الأمريكية اللي استغرقت حوالي 40 سنة زي أبل أو مايكروسوفت إنها تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. فده بيشير لحالة يعني التقلبات العنيفة اللي ممكن أي مستثمر يدخل في سوق العملات الرقمية. هل احنا دلوقتي في الوقت الحالي اقدر اقول ان البيتكوين لا يزال امامها اتجاه صاعد؟ انا شخصيا ارى ان هي ممكن تواصل اتجاه الصاعد، لان التصحيحات اللي حصلت لم تتجاوز ال 25% في المجمل. لو احنا قسنا ان اي سوق نقدر نقول ان هو اتجاه هابط، هو لازم تتجاوز نسبه الهبوط اكثر من 20% والاستقرار دون اعلى هذه النسبه. فالتصحيحات الحاليه بيتقال عليها تصحيحات هيلثي كوركشن او تصحيح صحي، اتجاه صاعد ارتفع في فتره قصيره جدا تضاعفت اكثر قيمتها اكثر من مره، فالتصحيح الحالي مستويات يعتبر يعني تصحيح هيلثي كوركشن. المستويات ال 40,000 ممكن يوصل لها لو شفنا استقرار تحت ال 45,000، لكن احتمالات وصولها ل 100,000 دولار لا تزال قائمه. شكرا جزيلا لوجودك معنا عاصم منصور محلل اسواق المال. ارتفعت عمليات إدراج الشركات الصينية في الولايات المتحدة بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق رغم التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاطر المستمرة المتمثلة في شطب هذه الشركات من البورصات الأمريكية. وجمعت الشركات نحو 6 مليارات و600 مليون دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة هذا العام، وهي بداية تزيد ثمانية أضعاف عن الفترة نفسها من عام 2020. تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا وسط استمرار جائحة كورونا وبالتزامن مع أزمة نقص الرقائق، وأعلن معهد الدراسة الاقتصادية عن ارتفاع مؤشره لمناخ الأعمال إلى 96.8 نقطة في أبريل الجاري مقارنة ب 96.6 في مارس. على الجانب الآخر تراجع مؤشر توقعات الأعمال مسجلا 99.5 النقطة في أبريل الجاري مقارنة ب 100.3 نقطة الشهر الماضي. نجحت بريطانيا في تجاوز فرنسا لتصبح ثاني أكبر سوق أوروبي للسيارات الكهربائية في الربع الأول من هذا العام بدعم من ارتفاع الطلب، وبيعت 32,000 سيارة كهربائية في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام مقارنة مع 30,500 سيارة في فرنسا. وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية 7.5% من مبيعات بريطانيا في الربع الأول، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن حصتها السوقية في الفترة نفسها من عام 2020. أطلقت شركة سامسونج تطبيقاً تجريبياً جديداً يمكن أصحاب هواتفها القديمة من استعمال الهواتف كأجهزة ذكية مفيدة داخل المنزل بدلاً من التخلي عنها في حال امتلاك نماذج أحدث. وأشارت سامسونج إلى أن التطبيق يحول الهاتف إلى مستشعر ضوئياً في المنزل الذكي، فعند انخفاض معدلات الإضاءة يقوم الهاتف بإرسال إشارة إلى منظومة المنزل الذكي لتشغيل الإنارة الكهربائية.
تراجع في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على خلفية المخاوف من تصاعد وتيرة الإصابات بكورونا في الهند، وتراجعت العقود الآجلة لبرنت ب16% ليصل إلى 65 دولارا و73 سنتا للبرميل. أيضا هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس ب0.5%. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بسبب زيادة الإصابات بكورونا، وارتفعت العقود الآجلة ب20% ليصل سعر الأونصة إلى 1780 دولارا و30 سنتا، كما صعدت العقود الفورية ب20% ليصل سعر الأونصة إلى 1781 دولارا و8 سنتات. نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده المزيد في مال وأعمال، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بلجنة خبراء الترويج السياحي بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس اللجنة. وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها بحث سبل الترويج السياحي لمصر في عدد من الأسواق العالمية ومن بينها السوق الروسي، حيث أشار العناني إلى لقائه مع سفير دولة روسيا بالقاهرة والذي أكد خلاله على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال جميع السائحين من روسيا ودول العالم. هذا وتوقعت وزارة السياحة والآثار استقبال أكثر من 1,000,000 سائح روسي خلال عام 2021 بعد توصل الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين إلى اتفاق على استئناف رحلات الطيران. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب الدكتور مصطفى خليل عضو مجلس الأعمال المصري الروسي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مصطفى. وطبعا القطاع السياحي بأكمله كان يعني ينتظر حدوث هذه الخطوة وعودة رحلات الطيران خاصة من روسيا التي تشكل نسبة كبيرة من السياح الوافدين إلى مصر. كيف تنظر لهذه الخطوة؟ مساء الخير لحضرتك. طبعا دي خطوة جيدة كنا في انتظارها طبعا لفترة طويلة، لكن لازم نأكد أنه لم يحدث انقطاع تام للسياحة الروسية، لكن السياحة الروسية كانت بتزور المقاصد السياحية المصرية إما عن طريق القاهرة أو عن طريق إسطنبول بتركش إيرلاين أو إيجيبت إير. الموضوع اللي حصل في الاتصال بين الرئيسين كان والاتفاق على عودة الطيران بشكل كامل لكل المقاصد السياحية المصرية، ده موضوع مهم جدا وموضوع بتنتظره فعلا شركات السياحة المصرية. لكن الشركات السياحة المصرية ليها كونسيرن، ليها تحفظ في المسألة اللي بنتكلم عليها في ان العودة ترجع بشكل تقليدي. وهو انه لانه كنا بنعاني كلنا ان احنا كان الهدف من او الاتسام او الوصف اللي بتوصف به السياحة الروسية انها منخفضة العائد نتيجة انه بنتارجت درجة معينة من السائح الروسي. وده الحقيقة ادى انطباع مش حقيقي عن المقصد السياحي المصري، لان المقصد السياحي المصري ليس بالمقصد الرخيص السمي. واللي احنا بنحاول فيه دلوقتي، يعني حضرتك لو بصيتي على يعني اللي حضرتك بتقوله بيتوافق مع القرار اللي سمعناه مؤخرا عن التوافق على وجود حد ادنى لسعر الغرفه في الفنادق، على حسب ما فهمنا انه لن يسمح بوجود غرفه في فندق 5 نجوم
تحت سعر 40 دولار لليلة، وطبعا يعني ستكون هناك حدود يعني أيضا للفنادق من المستويات الأخرى، يعني الأربع نجوم والثلاثة نجوم إلى آخره. هل يمكن أن يضبط هذا ولو أن سعر 40 دولار لليلة يعتبر متدني جدا بالنسبة لفندق خمس نجوم؟ هل تعتقد أنه ربما هذه الخطوة تسهم في ضبط المسألة التي تشير لها؟ طيب حضرتك قلت أنه سعر متدني بادئ زي ال 40 دولار، فعلا سعر متدني، وانه ازاي هيتم المعيار، الفرق بين المعيار خمس نجوم ديلوكس او لاكشري او خمس نجوم ستاندرد، او بيعتمد على اللوكيشن بتاعه هو مكانه فين، وانه ده على النيل ولا على البحر ولا صف تاني، ولا ليها معايير كتير جدا جدا حضرتك. وبالتالي هتبص تلاقي انه تطبيق هذا القرار يكاد يكون من وجهه نظري انا الشخصيه انه مستحيل. ثم انه اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ ايه اللي يحدد السعر حضرتك؟ اللي يحدد السعر نوعيه الخدمه. الخدمه المقدمه هي معيار تقديم السعر وليس فرض سعر بعينه. وبعدين كمان لازم تفتحي اسواق جديده عشان يبقى الطلب يغطي المعروض، وبالتالي يبقى السعر المطلوب هو السعر العادل. مش عايزين نقول ان احنا نعلي سعر بتجاوز، او ان احنا ننزل سعر يقوم يبقى اقل من التكلفه. لكن هو المعيار هنا الحكم في المساله دي حضرتك هو الخدمه المقدمه، اللي ريجوليتور اللي هي الوزاره لابد ان تراعي فيه الخدمات المقدمه. السائح يحصل على خدمته المدفوع ثمنها من عدمه. بس السؤال هو دكتور مصطفى، هل فعلا كان في مثل هذه العروض؟ يعني فنادق خمسة نجوم، وكلنا نعلم أنه الفنادق المصرية في هذه الشريحة يعني فيها رفاهية عالية، هل فعلا كان في فنادق بتدي أسعار تحت 40 دولار لليلة؟ و20 دولار؟ خمس نجوم؟ لا مش ده كمان الكومبوننت. طيب ليه احنا ما بنعرفش عن الاوفرز دي؟ دايما المشكله اللي بيتكلم عنها حتى السياح في الداخل انه في فجوه كبيره جدا بين العروض اللي بتمنح للسياح الاجانب واللي بيقدروا يحصلوا على عروض مغريه جدا، يعني زي ما بنقول بالعاميه ببلاش بيقدروا يحصلوا عليها من خلال الاونلاين، لكن المصريين دايما بتكون الاسعار المتاحه امامهم اعلى بكثير. طيب شوفي سيادتك المشكله فين عشان نشخص المشكله عشان نشوف لها العلاج. المشكله انه عدد الاسواق محدود جدا. دكتور اللاعبين الرئيسيين اللي بيشتغلوا ويفيدوا السياحه المصريه بيعملوا فيدنج ليها محدود جدا. وبالتالي السياحة المصرية بتعتمد على فراجايل سيستم، فراجايل اللي هو طيب انا اعتقد طبعا اعتقد انه الخط انقطع اخر جمل للدكتور مصطفى خليل ما كانتش واضحه، لكن هو بيتحدث عن ضروره النظر الى الاستراتيجيه باكملها لتسعير الغرف، وايضا محاوله فتح اسواق جديده حتى يمكن للسياحه ان تنتعش مره اخرى. عموما مشاهدينا ننتقل الان الى هذا البيان العاجل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء.
بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة الإنتاجية القصوى من المياه ومواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بها لإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وهذا لتتكامل مع استراتيجية الدولة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية. أنهت البورصة الخليجية جلسة اليوم على تباين، الكويت ودبي وأبو ظبي ارتفعت بنهاية التعاملات بينما كان التراجع في مسقط والبحرين. والآن نأخذ نظرة على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك. اليوم شهدنا تراجعا في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية اليوم، تقريبا التراجع بنحو 1% في EGX 30 مقابل ارتفاع في مؤشر EGX 70 بنحو 20%، وتراجع في المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر المئة الحقيقة أنه قاربت 14%. مشاهدينا، فصل آخر في مال وأعمال نتابع بعده المزيد، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. أسبوع مهم لنتائج أعمال الشركات الأمريكية، حيث يتوقع أن تعلن نحو 30% من الشركات المدرجة في ستاندرد أند بورز 500 عن نتائجها المالية خلال الربع الأولي من 2021، بما في ذلك شركات ضخمة كأبل وتسلا وأمازون وألفابت. توقعات نتائج الأعمال لهذه الشركات، كيف ستحرك السوق، هذا ما سنتعرف عليه من ضيفي وائل مكارم محلل أسواق المال. مساء الخير يا وائل. وبداية، أسواق المال الأمريكية تشهد مزيد من عمليات الطرح خلال هذه الفترة، خاصة الشركات الصينية، ما انعكاس ذلك على السوق؟ نحن عم نشوف طبعا بعض الاجتماعات السياسية اللي كنا عم نشهدها في آخر فترة، وذلك طبعا من خلال الدعم المالي والدعم النقدي اللي كانت عم تكون فيه الحكومات وايضا عم تكون فيه البنوك المركزيه، هذا كله امن جو ملائم للمستثمرين، وهذا ايضا دفع مزيد من الشركات للطروحات، بما انه كان في اقبال قوي من المستثمرين على الاسهم بظل وجود فوائد صفريه من قبل البنوك المركزيه، فتوجه المستثمرين للاسهم واقبالهم على الموضوع ساعد او دعم الشركات انه تروح على الطروحات، وشفنا عديد من الشركات كانت عم تتقدم في الطروحات، وهذا الشيء طبعا بيكون ايجابي كما هو الجو ملائم، يعني جو الاستثمار ملائم من خلال السياسات المتخذه من صناع السياسي، يعني عم نحكي عن الاحتياط الفدرالي.
نعم، طيب بما أننا في موسم نتائج الأعمال، كيف ترصد أداء القطاعات وما هي التوقعات بشأن الشركات الكبيرة في القطاع التكنولوجي كما ذكرنا أبل مثلا، أمازون، ألفابيت والقطاعات الكبيرة أيضا في السوق الأمريكية؟ صحيح، نحن بدنا نميز بالحركة الدورية اللي كنا عم نشهدها بآخر فترة وخاصة في الربع الأول. نحن بنعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياسة التطعيم أو التلقيح القوية اللي كانت عم تشهدها وعم بيقودها بايدن طبعا خلال بداية تولي للرئاسة، هذا الشيء دعم قطاعات مختلفة. فشفنا عم نشوف يعني بما أنه صار في فتح لجزء من الاقتصاد بشكل قوي، هذا طبعا رح يأثر شوي على شركات التكنولوجيا مقارنة بالشركات الدورية اللي عندها المزيد من المجال انه تكون عم تحقق نتائج احسن واستقرار يعني باداء العمل خلال الفتره القادمه. شفنا مثلا نحن نتفلكس كان في توقعات انه يكون في عنده عدد مستخدمين معين ولكن ما قدروا يوصلوا للمحل، وهذا الشيء اثر سلبا على سعر السهم. فمن الممكن نحن نشهد شوي تراجع بالتفاؤل اللي كنا عم نشهده نحن خلال الربع الاول على شركات التكنولوجيا، وذلك مش بيعود لسوق يعني العمل، ولكن هذا بيعود للتوجه المستثمرين. مثلا يعني اذا عم نحكي من ناحيه سعر السهم، المستثمرين بالوقت الحالي بعد ما ارتفعت كثير كان شهدتها اسهم التكنولوجيا راح يفضلوا الاسهم الدوريه وراح ينتظروا ايضا ارباح او نتائج شركات الاسهم الدوريه بوتيره اكثر من اسهم شركات التكنولوجيا، بما انه يعني بيشوفوا في قيمه بالقطاعات الاخرى بعيدا عن قطاعات التكنولوجيا، منها طبعا قطاعات الترفيه اللي عديده، قطاع الطيران، قطاع البنوك، قطاع الطاقه، او هن مفضلين على حساب التكنولوجيا في الفتره القادمه. طيب لنتحدث عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن بمضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية، كيف سيتعامل السوق مع ذلك من وجهة نظرك؟ نحن شفنا باللحظات الأولى عند إصدار التقارير يعني أو الأنباء حول يعني نية بايدن برفع الكابيتال جينز تاكس، هذا كان وضعه سلبي جدا على الأسواق، وشفنا تراجع قوي حاد لمؤشرات الأسهم الكبرى، كان في نوع من السلب. وهذا الشيء يعني اذا ما نحكي لمنطق الارباح اللي كنا عم نشهده بالفتره الاخيره، واذا ما نجمعهم ايضا مع سياسه الديمقراطيين اللي هي بتهدف لاخذ المصاري من الاغنياء واعطائها للفقراء من ناحيه معينه، وخطه بايدن ايضا من طرح الان خطه يعني لدعم العائلات الميسوره وغيره، فهذا طبعا بده هو يحتاج انه يامن فلوس من محل ما، وهو اللي عم بيلجا ل كنا عم نحكي في الاول عن الضرائب على الشركات وهلا عم نحكي عن كابيتال جينز تاكس. فهو طبعا هن بيأثروا بشكل سلبي على الاسهم، لانه بيصير في نوع من المراكز ما حدا بده يدفع ضرائب ارتفاع، ولكن اذا بنحكي نشوف عبر الزمن كل ما كان في ارتفاع بالضرائب كان في يعني بشكل طبيعي باول فتره تفاعل سلبي من الاسواق، ولكن قوه الاقتصاد الامريكي واقبال المستثمرين على قطاع على الاسهم او كاصول استثماريه اكثر من الاصول الاخرى، هذا الشيء كان عم يدعم الاسواق دائما انه هي تتعافى من الخسائر الاوليه اللي كانت عم تتكبدها عن الطرقات او القرارات. نعم، ونلاحظ ايضا انه مؤشر ستاندرد اند بورز تراجع ب 21% بعد هذه الانباء، هل ستستمر هذه الاتجاهات نحو الهبوط؟ رغم هذا شفنا طبعا تراجع اللي صار نهار الخميس، ولكن قوة السوق كنا عم نشوف تعافي شوي نهار الجمعة، وهذا الشيء بعود لسببين أساسيين. يعني يوم نحن بدنا نقارن مدى التأثير على الأسواق بده يشوف، يعني نحن كنا عم نحكي عن 40% ضرائب، وهذا الشيء مستبعد جدا بظل عدم تمكن الديمقراطيين بشكل واضح من الفوز بمجلس الشيوخ، فهذا رح يعتمد على النسبة على وقع الأسواق. ولكن إذا نحن أيضا بدنا نطلع أداء الأسواق منذ بداية العام، يعني عم نحكي ارتفاعات 10% على اس ام بي، على داو جونز، على ناسداك، اللي هي عاده هيدي بتكون ارباح سنويه، فمن الممكن ان نحن نتجه لنوع من التصحيحات يلي ممكن تكون الدواعي تبعها هي خطه الضرائب من قبل بايدن، وايضا العوده شوي عن شريات الاصول من قبل القياده الفدرالي خلال اخر هذا العام مثلا، او التلميح على الموضوع، هيدي ممكن تدفع شوي الاسهم لحركه تصحيحيه، ولكن مش حركه سلبيه او دخول انتو بير ماركت. احنا بنفضل يصير في كوركشن للمزيد من الارتفاعات بظل اداء الاقتصاد القوي. طيب وائل، الضريبه هل ستكون باثر رجعي، يعني نتحدث عن بدايه يناير 2021، ام ستطبق بدايه من العام المقبل؟
بعض اذا بنحكي للمنطق بعض ما في كثير معطيات عن الموضوع من وين بتبلش تطبق، ولكن باعتقادي يعني ما راح يكون في موافقه على تطبيقها بشكل رجعي، راح يكون في اساس معين لتطبيقها. مثلا في حال قطعت يعني نحكي من شهر 6 مثلا من هذا العام وبالرايح، يعني مش بنرجع لاول او بدايه هذا العام فتره تولي بايدن. باعتقادي هذا الموضوع راح يكون في مد وجذر يعني بين صناع السياسه الامريكيه، لانه ما راح يقطع بشكل سهل انه يرفع الضرائب بهذه الطريقه، وايضا كمان يكون في قرار يعني بمده بعيد عليه. طيب الزيادة دي طبعا كانت واضحة في البرنامج الانتخابي للرئيس جو بايدن، لذلك نحاول أن نفهم لماذا تتفاجأ السوق أو تتصرف أو تتجه سلبيا عندما يعاد الحديث فيها. وهذا يأخذنا أيضا لنقطة يعني مرور 3 أشهر على تولي بايدن، كيف تتوقع أن يستمر تفاعل السوق مع هذه الحقبة الجديدة ووجهات النظر المختلفة لديه فيما يتعلق بالملف الاقتصادي؟ انا ده اللي كنا عم نشوفه بخصوص موضوع بايدن وطروحاته عند اعتزامه المتولى الرئاسي السابق، كان عم يحكي اكثر عن كوربريت تاكس او الضرائب على الشركات، ولكن عم يطلع ايضا الان بما انه صار في عبء عليه اللي هو عم بياخذهم خطوات التيسيريه او التحفيزيه اللي عم بياخذهم، بده يخلق مردود معين وعم يجرب يخلقه من ضرائب مختلفه اللي هي عم تبلش تتعرف عليها يوم بعد اخر. هذا الشيء طبعا احنا بنعرف بالسياسه الديمقراطيين انهم بفضلوا الضرائب على الاكثر اجرا او على الاغنياء، وهذا الشيء مش يعني شيء متعارف عليه، ولكن بالنهايه الاسواق اليوم بدها تسعر الحديث، والاسواق عاده بتاثر بشكل قوي بالعناوين وخاصه اذا العناوين كانت قويه، فهذا من شيء طبيعي انه يكون في هذه الحركه. اذا ما نحكي للمستقبل، من الدواعم الاساسيه لاسواق الاسهم هي اكثر يعني بالوقت الحالي احنا عم نشوف مشتريات الاصول اللي عم بيكون فيها الاحتياط الفدرالي والسياسه النقديه هي من اهم الدواعم لهيدي الاسواق، وفي حال استمرار يعني اذا عم نشوف نحن الارتفاعات اللي صارت 10% مثلا هذا العام، او من اطار الارتفاعات من قاع فيروس كورونا لحد اليوم، بنشوف انه بالرغم من رفع الضرائب بوتيره معينه، ولكن الاسواق عم تعطي مردود اعلى وعم تعطي ارباح اكثر وعوائد اعلى، فهذا الشيء بيسمح ببعض الاحيان لتدخل الحكومات ورفع الضرائب، مما هو بياثر بشكل قوي على الاداء العام للاسواق، ولكن بيدفع اكثر شوي لتصحيحات من انه تكون عم بتصير في تغيير بالاتجاه. نعم. وائل أسألك أخيرا عن منصة كوين بيس، وبعد مرور عدة أيام على إدراجها في السوق الأمريكية، ما هي تقييماتك للأداء خاصة على خلفية وجود تذبذبات كبيرة في البيتكوين؟ طيب نحن شفنا كوين بيس يعني كان في حديث يعني كثير كبير حول طرح كوين بيس، لذلك انه بمرة قوه اللي كان عم شهدها بالفتره الاخيره اسواق الكريبتو او العملات الرقميه، فهذا الشيء كان بداعم، ولكن اذا نحن بنجي بنقسم بنحكي بشكل منطقي وواقعي على عوائد الشركه، وايضا بنشوف على وين هذه الشركه عم تعطي يعني كوين بيس اذا بنحكيها كشركه او عم نطلع فيها بشكل مايكرو، انه وين عم تعطي الخدمات تبعها وشو ممكن تكون عم تواجه في المستقبل، هذا الشيء رح اللي سعر الاسواق، يعني اليوم هن كانوا من خلال طرحهم كانوا عم بيذكروا انه في حال تراجع الطلب على البيتكوين والايثيريوم رح يتاثروا بشكل قوي، هذا ايضا بيرجع كمان للطريقه اللي عم تستفيد منها كوين بيس من خلال التعاملات، يعني بما انه شركه عم تعمل هالقد ارباح، فطبعا هيدا يعني مقارنه بناسداك، مقارنه بسي ام اي، مقارنه بهيدي البورصات الكبيره، فطبعا في علامات استفهام على الموضوع. باعتقادي اللي راح يصير بكوين بيس من الان فصاعدا هو مثل اللي شدناه نحن بتسلا وغيره، هو انه بيخلق كوميونتي او يعني مثل يعني جمع من الاشخاص اللي مؤمنين بهذه الفكره، هي اللي بتدعم الاسواق والاسعار اكثر من انه الاساسيات هي تدعم السعر، وممكن نروح لسعر مضخم شوي على كوين بيس، وذلك من اقبال المستثمرين اللي كنا شفناهم دخلوا بتسلا وغيرهم، مثلا دخلوا بدوج كوين، دخلوا ببيتكوين، يكونوا هن ايضا وراء ارتفاعات بالمستقبل على كوينبيس. وإلا مكارم محلل أسواق المال، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم.
مشاهدينا الكرام، هكذا نصل معكم لنهاية مال وأعمال. أشكركم جزيلا على المتابعة، ونراكم غدا على كل خير. أهلا بكم من جديد. ما زالت مصر مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لتحقق أفضل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاقها المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي يحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال الفترة المقبلة. تشرفنا اليوم حول هذا الموضوع الدكتورة ندى مسعود، مساعدة وزيرة التخطيط. مساء الخير دكتورة ندى، ولنتحدث بداية عن أهمية هذا الجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، وما الفلسفة التي ستحكم هذه المرحلة وتطور البرنامج. أهلا أستاذة دينا، مساء الخير لحضرتك ولكل سادة المشاهدين. أولا أنا يعني عايزة أشكر حضرتك جدا على اهتمامك ببرنامج الإصلاحات الهيكلية وتوضيحه للسادة المشاهدين والسادة المواطنين، لأنه الحقيقة مصر داخلة على مرحلة مهمة جدا من الإصلاح الاقتصادي. وخليني يعني معلش أرجع خطوة لورا سنة قبل ما أرد على سؤال حضرتك، أقول بس يعني إيه إصلاحات هيكلية. يمكن مش كتير من اللي بيتفرجوا هيكونوا عارفين يعني إيه إصلاحات هيكلية. إصلاح هيكلي يعني إحنا بنغير في هيكل الاقتصاد، بنغير في تقسيمة الاقتصاد. يعني إحنا لو قلنا مثلا شبهنا الاقتصاد بشقة، الشقة فيها أوضة قعاد، أوضة سفرة، صالون، حمام، مطبخ وما إلى ذلك. الاقتصاد فيه كده قطاع صناعة، قطاع زراعة، قطاع اتصالات، قطاع سياحة، قطاع نقل. فده تقسيمة الاقتصاد، هيكل الاقتصاد زي هيكل الشقة. اللي احنا بنعمله في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الاقتصادية اللي هي الإصلاحات الهيكلية، إن احنا بنغير هيكل الاقتصاد علشان ندي مساحة أكتر. يعني احنا عايزين نزود قوت فيه كده، عايزين نغير مساحة الشقة، عايزين ندي مساحة أكتر في الاقتصاد لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات. وده هيك تقولي ده يعني لو رجعنا برضه لو فضلنا في نموذج الشقة، المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية هيك تقدري تقولي احنا كنا زي ما يكون الشقة ماسك فيها نار، الشقة حصل فيها حريقة، عجز موازنة بيزيد، معدلات نمو بتنزل، معدلات تضخم بتزيد، استثمارات بتقل، وبالتالي توظيف بيقل وبطالة بتزيد، اقتصاد مولع، اقتصاد في حريقة في الشقة. كان لازم نطفيها الأول، نطفي الحريقة بالسياسات النقدية والمالية، نستعيد معدلات النمو، عجز الموازنة، الموازنة اللي هي يعني الدولة إيراداتها بتيجي منين، فلوسها بتيجي منين، ونفقاتها بتروح على إيه، والفرق ما بينهم عامل إزاي، ما يبقاش في فرق كبير ما بينهم، نقلل الأسعار اللي هو بلغة الاقتصاد بنسميها التضخم، وباللغة الدارجة بنسميها الغلاء، إنه الدنيا بتشتغل كل يوم وبمعدلات متزايدة. والحقيقة نجحنا في ده بدرجة كبيرة جدا، يعني أشادت بيها كل المؤسسات سواء المحلية أو الدولية. معدل نمو قبل كورونا 5.6، وحتى في ظل كورونا تجاوزنا 3%، يعني الدولة الوحيدة أكيد حضرتك عارفة طبعا على مستوى المنطقة ومن الدول القليلة على مستوى العالم اللي حققت معدل نمو إيجابي. تضخم في حدود 5%، معدل البطالة بينزل من 7.2، أقل معدل في آخر 20 سنة. ده بقى مخلينا يعني ده مش كافي، عشان ده يستمر محتاجين نصلح هيكل الاقتصاد. واللي احنا بنعمله اخترنا 3 قطاعات عايزين نزود وزنها النسبي، اللي هم صناعة وزراعة واتصالات. وشمعنا دول؟ دول لانه عندهم قدرة عالية على النمو، دول لانه منتجاتهم عليها قدرتها التنافسية عالية وعليها طلب محلي وطلب في الاسواق الخارجية، دول لانه العلاقة بينهم وبين الاوض التانية في الشقة او القطاعات التانية في الاقتصاد هما بيشدوهم معاهم، سواء القطاعات اللي المنتجات بتاعتها بتدخل في انتاج الصناعات والقطاعات دي، او القطاعات اللي بعدهم اللي بتاخد منتجاتهم وتستخدمها كمدخلات فيها. وبالتالي القطاعات دي تقدر تزود النمو، تقدر تزود فرص العمل، اللي هي في الاخر هو هدفنا الأساسي من برنامج الإصلاحات الهيكلية، هو زيادة فرص العمل
تحسين مستويات حياة الناس. فهي دي الفلسفة الحاكمة لبرنامج الإصلاح، مع ان احنا حاطين فيه بعض العناصر علشان نضمن. يعني حضرتك ممكن تقولي لي طب ما الكلام ده اتقال قبل كده كتير، كان فيه برامج طموحة بس تطبيقها على الأرض لم يكن بنفس القدر من الطموح. فهقول لحضرتك برضو الفلسفة اللي حكمتنا فيه ان هو ده المستهدف، هنعمل المستهدف زيادة التوظيف وزيادة مرونة الاقتصاد وضمان انه النمو يفضل مستمر. هنحقق ده عن طريق تغيير هيكل الاقتصاد لصالح الثلاث قطاعات دول، وهنضمن انه ده يتنفذ عن طريق انه البرنامج اجراءاته محددة. احنا حاطين فيه اجراءات محددة بمدة زمنية، بمين الجهة المسؤولة عن تنفيذها، بمؤشرات تقييم وقياس اداء بشكل ديناميكي تخلينا طول الوقت بنتابع احنا بنعمل ايه وموصلنا لفين. طيب خليني اسال حضرتك عن قطاع الزراعه دكتوره ندى، عفوا للمقاطعه، ولكن قطاع الزراعه تفضلي. ما هي المستهدفات الخاصة بقطاع الزراعة، خاصة أننا نواجه بعض التحديات في هذا الملف تحديدا؟ طبعا قطاع الزراعة أستاذة دينا فيه الحاجتين، فيه تحديات زي ما حضرتك ما بتقولي، وفيه فرص كبيرة جدا والكورونا أظهرتها. يعني أكيد حضرتك متابعة أنه الصادرات الزراعية الحقيقة كان أدائها مبهر في فترة الكورونا، صحيح. لأنه مصر حقيقي عندها ميزة تنفذية في قطاع الزراعة. فإحنا في قطاع الزراعة حاطين مجموعة من المستهدفات. إحنا أول حاجة عايزين نزود إنتاجية القطاع الزراعي، وبالتالي بنفس المساحة اللي عندنا نطلع منتجات زراعية أكتر. إحنا عايزين نزود تنافسية المنتجات بتاعتنا والجودة بتاعتها والمواصفات، وبالتالي نزود الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية ومن المنتجات الزراعية. وعايزين نزود التوظف في هذا القطاع، والأهم بقى زيادة دخول صغار المزارعين، لأنه زي ما بقول لحضرتك احنا في الآخر نصب أعيننا أنه البرنامج ده ينعكس على حياة المواطن. كل المواطنين في كل القطاعات وعلى المستوى المحلي، يعني مش حاجة محطوطة كده على مستوى الوزارات من فوق، لا ده تطبيقه على مستوى المحافظة ومستوى المركز ومستوى القرية. طيب وفيما يتعلق بتحدي المياه، كيف يمكن يعني ضمان تحقيق هذه الأهداف من هذا القطاع الهام تقليديا وتاريخيا في مصر مع وجود التحديات المتعلقة بملف المياه؟ طبعا دي نقطة مهمة جدا، وإحنا برضو أحد أهم الأهداف في هذا القطاع هو الحفاظ على الأمن الغذائي والأمن المائي. الأمن الغذائي إنه السلع الغذائية الأساسية تبقى متوفرة بشكل متاح للكل بأسعار أفوق، يعني بأسعار الناس قادرة عليها، وتكون جودتها عالية وتكون موجودة بشكل مستمر. الأمن المائي طبعا دي قضية هامة جدا، وده ملف الدولة المصرية كلها شغال عليه. نتيجة يعني احنا من غير اي مشاكل وانخفاض في حصة مصر، وان شاء الله ما يحصلش، من المياه، احنا عددنا بيزيد وحصتنا في المياه ثابتة، وبالتالي احنا بنتكلم على تبطين وتدبيش الترع، وده هيوفر لنا 5 مليار كيلومتر مكعب. بنتكلم على انه الحصيلة التركيبة المحصولية اللي احنا هنبقى بنختارها في قطاع الزراعة هي اللي بتعظم القيمة النقدية للمتر المكعب مية. كل حاجة بنشوف المحصول الزراعي ده هياخد مية قد ايه. احنا بنتكلم على انه المركز البحوث الزراعية الحقيقة عامل شغل بالذات في مجال الحبوب في تطوير محاصيل شحيحة استخدام المياه كثيفة الإنتاجية، عالية الإنتاجية. فإحنا مدخلين كل العناصر دي عندنا للحفاظ على الأمن المائي وتطوير قطاع الزراعة في ضوء الوضع المائي اللي حضرتك أشرتي له. طبعا رئيس مجلس الوزراء في الحقيقة تحدث خلال المؤتمر الذي عقد بشأن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات عن وضع المواطن المصري ومستوى جودة المعيشة نصب أعينهم. نريد أن نعرف ما هي الأفكار وأيضا البرامج التي سيتم تطويرها وأيضا الاستمرار فيها وتتعلق بجودة معيشة المواطن؟
تمام. طبعا اللي حضرتك اشرتي له سليم تماما، هو جوده حياه المواطن هو في الاخر الهدف النهائي لهذا البرنامج. جوده حياه المواطن يعني احنا دلوقتي في اطار مبادره حياه كريمه وفي اطار الاصلاحات الهيكليه اللي هم الاثنين الحقيقه بيتكاملوا مع بعض، بالذات في تطبيقهم على مستوى المحافظات وعلى مستوى الريف سواء الوجه البحري او الوجه القبلي. احنا بنبص لقضية الفقر متعدد الابعاد، مش الفقر المادي زي ما كان بيتبصله قبل كده، ولكن الحصول على الخدمات، القدرة على الحصول على الخدمات، المرافق وجودتها، وبالتالي الشغل على مستوى المحافظات هيبقى لزيادة الترفيق ورفع كفاءة المرافق لكل القرى طبعا على مراحل في إطار الثلاث سنوات، من ثلاث لخمس سنوات القادمة، الحصول على خدمات الصحة والتعليم وأيضا الخدمات المصرفية علشان تساعد الناس سواء يتقدم لهم منتجات ادخارية جديدة ومنتجات تمويل جديدة تخلي أصحاب المشروعات وتخلي المواطنين ذوي الدخل والفئات ذات الدخل المحدود تقدر تمول حاجات زي التمويل العقاري، تقدر الكروت المختلفة وخاصة كارت الفلاح لأنه ده مهم جدا لصغار المزارعين، فالحصول على الخدمات المختلفة وزيادة التوظيف. زيادة التوظيف عن طريق خلق وظائف في القرى على مستوى القرى والمراكز والمحافظات ورفع قدرة الناس على التوظف. ما ممكن حيك يبقى عندك وظائف وما تلاقيش حد يشغلها، صحيح. حيك مركز على التعليم ومركز على التدريب المهني وده مهم جدا علشان الناس تقدر تحصل على الوظائف وبمرتبات لائقة، وفي نفس الوقت بتشجعي أصحاب المشروعات الجديدة ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتوفر لهم تمويل، وبتحطي واللي ما بيبقاش مشمول في هذه المنظومة حضرتك بتتوسعي في منظومة الحماية الاجتماعية من تكافل وكرامة، بتزودي الفئات الأعداد اللي داخلة فيها بحيث أنك تضمني أنه ما فيش أي فئة من المجتمع لا تحصل على احتياجاتها الأساسية. دكتورة ندى، الحقيقة المؤتمر كان فيه تفاصيل كتير جدا، لكن إذا عدنا مرة أخرى للقطاعات التي تركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة زي ما حضرتك أشرتي، الزراعة والتكنولوجيا والاتصالات وطبعا الصناعة وتوطين الصناعة، لكن رئيس الوزراء أيضا أشار إلى مواصلة الاهتمام بقطاعات أخرى مهمة مثل قطاع الطاقة، وهذا القطاع كانت فيه فرص ضخمة جدا خلال السنوات الماضية. إذا أجملنا هذه القطاعات، ما الفرص الوظيفية التي ستنتج عنها خلال الفترة المقبلة؟ يعني احنا زيادة التوظيف الحقيقة احنا مستهدفينها اساسا في القطاعات الثلاثة اللي قلت لحضرتك عليهم، قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات في حد ذاته، وقطاع الاتصالات في تهيئة البنية اللازمة لدخول مصر الثورة الصناعية الرابعة ولتوفير المهارات المطلوبة للوظائف الجديدة اللي هي ما يعني اللي بنقول عليها وظائف المستقبل. حضرتك زي ما انت عارفة الوظائف الجديدة كلها هتبقى معتمدة على المعرفة بالذكاء الاصطناعي، على الروبوتس، على البيج ديتا، على العملات الرقمية. قطاع الاتصالات فيه احنا مستهدفين زيادة التوظيف فيه، ومستهدفين ان هو يخلق لنا وظائف في القطاعات الاخرى نتيجة لزيادة المهارات اللي هيوفرها للشباب للحاق واكتساب المهارات اللازمة لمهن المستقبل. دول الثلاث قطاعات الأساسية اللي احنا مستهدفين زيادة التوظف فيهم. طبعا قطاع الطاقة قطاع مهم جدا، لكن بأي قدر دكتورة ندى يعني الوظائف ستزيد بأي نسبة؟ يعني احنا بنتكلم مثلا قطاع الصناعة حضرتك عايزين نسبة اللي بيشتغلوا في قطاع الصناعة تزيد من 400 ل 460، القطاع يخلق لنا من 400 ل 460 ألف فرصة عمل بشكل سنوي على مدار لغاية سنة 2024، وبالتالي بنتكلم انه النصيب القطاع من الإجمالي المشتغلين بيبقى في حدود
من 18% ل 20%. احنا بنستهدف انه قطاع الاتصالات يخلق لنا 120 الف فرصة عمل. احنا بنستهدف انه قطاع الزراعة، انه يعني احنا عايزين الثلاث قطاعات مع بعض يشكلوا لنا ما لا يقل عن تلت الاقتصاد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتورة. وعندنا البرامج اللي تكفل هذه الزيادات. ممتاز دكتورة ندى مسعود مساعدة وزيرة التخطيط، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك لنا اليوم، وبالتأكيد نتمنى أن تكون لنا لقاءات لاحقة لتغطية كل النقاط الخاصة ببرنامج الإصلاح. شكرا جزيلا لوجودك معنا مشاهدينا الكرام، وأنا بدوري أشكركم جزيلا على المتابعة. من يوم من فريق العمل لكم كل التحية.